خبر ما انت فاضي. لا انت حبيتي فكر عليك، ادري انك معصب يا ابو فيصل. على احترامه بس الشيبان ذي اللي اوه كنت باقي لا اطلع يعني. هلا والله هلا والله يا اخي ما تعبان يا ابو اليومين هو جاي. تكفى يا مرجان مرجان والله اني تعبان والله اني بحبك يا ابدا يا رجال. الحمد لله والشكر سلامات. اوه يا عمري هلا مر سهلات سهلات. ايش فيك مستعجل يا عبده؟ ابى احل والله ناخذ طباعك والله جعانين والله بروح اباك العلاج وبرد والله جعانين طفشانين طفشانين زعلانين زعلانين الله يا مرجان ايش فيك؟ ترى بتهاوش ايش فيك داخل حامل على الصورة طيب؟ حاقد ابى اشوف وش الصورة. اوه يوك كيف قاعد حب فيصل؟ لا والله هذه الفيصلية شو هذا كويس برج الفيصلية شو زعلان يمدينا والله اني تعبان يا ابو تعبان بس اي والله يعني انت زعلان على الطبخ لا 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 ماني متعب حسابي ما تفطر ليش ما ارجع يا اخي بروح اباك علاج وبرقد والله برقد ها؟ بروح اباك علاج وبرقد طيب والفقرات والاشياء هذه فقرات ما عندي اليوم ريتي لين قبل برقد نص ساعة ايوه واقوم قبل المغرب يا سلام نوضي نصلي مع يعني تبيني اخلصك بصراحة اي والله تكفى مرجع يا لبيك خشبك اعطونا الصوره شوف شوف لحظه 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 مسوي لي فاهم شوف شوف الجهه لا ركب ما شاء الله عليك ركز بالجهه اليمين وانا بركز اليسار يوم اطلع الصوره ما تعلى تحمس اهدى اهدى ركز ركز اهدى اهدى يا رب قلبك ركز نبي اسف خروج من السجن ان شاء الله ركز اليمين ها انا عندي المملكه هنا انا يسار انت خلاص هنا عندي شارع ايش رايكم خضار في اسهل من في الصوره؟ اظل من عندي جبنا لك صوره سهله يا ابو فيصل ان شاء الله مشيت ودلعناك ودلعناك يا عبد العزيز اليوم كفو جبنا لكم صوره حلوه يعني ما في عذر تقول لي صعبه و... لا اله الا الله الحمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله يعني معقول لو ما تعرفون الفيصليه طريق الملك فهد ما تعرفوه اهد اهد الملك فهد يعني مستحيل ما ادري هو من سكانها شيء ابو من سكانها الرياض ها اي بس ممكن هذا الرجال من حقنا بها بس اكيد انه يعرف الرياض اعطيني صليب لا تقنعني من هو؟ عبد العزيز شوف يا عبد العزيز يعرف يعرف الرياض هذه المملكه اللي عندك انت المملكه طب سؤال سؤال عن لبيه 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 متى في تاريخ كم بنيت فيصليه؟ ها؟ فيصليه سنة السبلة سنة السبلة تعرف السبلة؟ يعني واضح انتم فاهمين في التاريخ تعرف السبلة ولا ما تعرفها؟ لا والله ما اعرف السبلة طيب تعرف الربيعة؟ وش الربيعة؟ سنة تعرف سنة الجدري؟ هذه يا بندر انت بصراحة وش يا ابو مرجان وش صح وش؟ بصراحة انت تتكلم على اي يعني ايام هجرية الله اكبر مرجان الله اكبر يعني ما تعرف الميلادي لا ما اعرف الله اكبر اي ما اعرف الا الميلادي الله اكبر انا من علاج دوري طرف الفيصليه طرفه انا خف ايش تقول يا مرجان؟ ركز في الكوره اهم شيء كوره كوره اي ركز في الكوره اي عشان ترى الكوره ممكن تضيعك حو حو اي هي راس البلا هي راس البلا هي اساس البلا دورك صورتين ركب من جنب بعض الكلام كذا انا مركب اصبر هذه كلها سواد دي بعدين خل هذا سواد كلها سواد ركب 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 عرفت انت؟ ليه ما بندر ما نمت امس؟ الا والله نايم بس انا تعبان انت ترى انا في الغالب عندي ترى جزء بعيد انت في الغالب انها هنا ترى بجهتك جهه الفيصل تعبان يا أيوة رب تعبان يا مرجع عبد العزيز اخبارك الله يعافيك ايوه مبسوط تمام الله قرب البرنامج انت يا ربي لك لا في في لا لا كذا كذا بس باقي له تكمله هنا ترى وش الانطباعات وش الـ وش اللي هذا هذا ركبت شعوركم الحين على نهايه البرنامج ها والله تمام والله راح الكثير ما تدري ايش بس وش تشوف اللي اضاف لك البرنامج؟ اوه شيء واجد طبعا احنا شيء واجد هذه عطني في سريع وانت ضفت نفسك من هو؟ تحس انك البرنامج ضاف لك اي والله شيء واجد والله العظيم ما هو شيء واجد الحمد لله واستفدت؟ اي والله اني استفدت ولا من لا والله استفدت يا مرجع وانت عبد العزيز والله اكيد اني مستفدت اقل شيء صبرك 100 يوم هنا ما بص والله بصير. انا اللي اشوف استفدت منه انت يا عبد العزيز في ملاحظه واحده بس ايش؟ ما عدت باقص هذه صرت ريلاكس
تاخذ وتعطي صرت باللسان. بس هذه من البرنامج كله دي بس يا مرجان. لا انا اتكلم انت بخصي. صح يا بدر ولا لا حبيت ولا لا يا بدر؟ شو يسوي بس؟ شو تنزح صور انت؟ ما تصح لا في لحظات واجد بس انا اتركز. وش ما دخل؟ وش انت؟ هذه تقريبا تكون عندي ترى. اندر ترى صوره سهله. ايوه سهله ما هي. في عذر اذا قلت صعبه وما ادري. دور دور انت شو بيت ذا وينه؟ بكمل من دور شوف عندك هذه ازح عبري انا اشوف كل الصور سوداء ما في الا كم صوره كذا الموت هو الموت الموت فيش صخر النظار وركز هنا يا والله يجهرني هذا النور صح صح النور طفي النور طفي النور ايه ما في هذا ما بين الله هذيك دور طفي النور دور 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 هذا هو هذا هل هذا يا اخي قايل لك ابو عبد العزيز ضايع في الرياض هل 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 خل خلاص خلها ضايع في الرياض المشكله تدري ايش ولا اعرف للسجن يعني الصور اللي حليناها كلها ديار نعرفها لا بس هذه معروفه هذه يا بندر هذه فيصليه يا طريق الملك فهد هذه شوف وكم شجره ورا خلاص شوف هذه هنا هذه هنا شوف ايش رايك ترجعها في الجنب ذاك ايوه ايوه كويس لا ما هي ما هي لا شوفها هنا ما هي ما هي ما هي ما هي ما هي صدقني انها هنا من هذه؟ ايه النخل فوق شوف ترى على فكره ترى هو دخل السجن اكثر منك يعني النخل منو؟ انت لا ما دخلت الا دخلت اما فين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن عارف خلاص بصم على السجن عبد الرحمن لا لا هنا ايه بس حاط نشوف الفيصليه شوف طرف وينه خل خل عطني الفيصلية عطني في دور لي الطرف حق الفيصلية ايوه هذا هو لا هي هذا بس خلاص يا سلام الحين الصورة تنحل الحين الصورة نعم تنحل هذه حطها هنا لا لا ما هنا وين هنا هنا قل لا اله الا الله وش هنا هنا وين هنا هذه هنا يا سلام يا سلام اجل يا سلام دقيقة اصبر اصبر ابداع ابداع شوف هذه هنا يا اخي يقولون قبل 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 يقولون الخبرة زينة هذه احيانا الخبرة حلوة هذه لا 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 هيك عكس 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 عطني عطني شوف هذه لا ما تجي ما تجي ما تجي تقلب الشجار فوق تحت يا ابو رجال ايوه هذه شجرة مكسورة يا رب ما شفت الطريق وقفات في شجرة مكسورة شفت شلون؟ ما في شجرة مكسورة يعني وين الثاني وين الثاني؟ بسم الله يا سلام يا سلام لا مقلوب لا لا مقلوب انت اللي عايز اعطيني اعطيني شرح انت اللي هذه تقريبا هذه هنا ايه ايوه 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 خليها هنا هذه ما زيط ما ضبطوها سارية يا سارية يا سارية هذا خلاص خلاص هذا ركب ركب من هذا ركبته يا سار ترى مقلوبة الشجرة لا لا مقلوبة لا شوف هذه صلتها هنا ما عليك ما عليك تضحك علينا يا مرجان لا ما ضحك عليك انا اشوف الشجرة مقلوبة بس هذه هنا هذه كويس تثنين لا لا هذه كويس اشوفها وهذه مشبوب وهذه صح يلا يلا انا حليت اللي عندي يلا يلا هذا حليت جزي ما شاء الله عليك قاعد تساعد ترى قاعد اساعدكم انا اللي قاعد احلها عفا قاعد ايش؟ انا المفروض 200 قاعد ايش؟ انا اللي قاعد احلها عطني انت 50 ونص في طرف شجر حق مساعد ايه رجع جر دف واللي فوق كله اسود يا اله الكون وانا اوه في مملكه ايه مملكه بس شوفها وين تروح ذي؟ وين بتكون؟ هنا هنا لا 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 هنا شوف هذه ما شاء الله ما شاء الله يا اخي حافظ الرياض اكثر مننا هنا اصبر 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 هذه كيو شوف هنا اصبر 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 من هنا ايه ايه انت اصبر هذه هنا يا سلام هذه هنا يا سلام دور الصورة هنا شوف تكملة اللي فوق يا سلام يا سلام يا مزعج يا سلام يا مزعج انا يعجبني الحماس لا 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 ليه 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 يعجبني اللي متفاعل يعجبني اللي شوف ما شاء الله لا 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 ابو فيصل هذه لا لا صادق ابو فيصل صادق
شوف المبنى هنا هذا هذا هذا, هذا. إيه طيب حطيت المبنى هذا إيه إلا صار شوف يا أخي قايل لك خبرة سجن طيب هذا شوف أقول الصورة بعرف إلا خبرة ذكاء خلص دقيقة باقي أسود عرف بس فين تحطها يعني نرفضتك الكلمة هذه يعني ها ما فيها شيء يا أخي شيء السجن يا با يا ما في السجن مضاني شوف في نقص الصور ما في نقص النقص وين والله النقص في راسك قال لك نقص أفا. كل يوم تقولون انه نقص خلاص تفاجئنا احنا نقول هذه هنا نقول لكم ما في نقص او هناك في الزاويه دي صح. ايوه إلا. يلا وزع الحين الاسود خلاص ما عاد بيقول له الاسود الحين خلاص هي خلاص انت اللي عندك فاتح انا ترى عندي غامق هنا فهمت؟ يمكن الجو يتغير لا لا الجو الخبر ها أيوه. هذا ازرق كانت عليهم غيم غيم سوداء يا سلام انتبهوا ترى احيانا الجو الاجواء تتغير في اي لحظه في اي ثانيه في اي دقيقه شوف اذا في ازرق عندك ترى هنا طب ما في ازرق لا لا عندك عندك فاتح انت الفاتح عندك انا شايفه اي فاتح الجاري بس انا اقصد اذا عندك انت ايش رايك في الصوره؟ اطلق صورة طب علمونا متى بنت الفيصلية ولا ما تدرون؟ هاي الله يعرف متى ولدت تبغاني اعلمك متى الفيصلية ما تدري متى ولدت انت؟ لا بس اقول لك يعني من سن مبالغ اني لازم ترفع بالتاريخ وتعرف التاريخ لازم اخر اخر ايوه خلاص انت انت ايوه هنا لا عطى كف وخرة لا ما ادري انا عندي فرشة تسحبها انت هنا انت هنا والله الله 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 يعني هذا كله عشان فيك نوم يا ابو فيصل اي والله تخلص بسرعه اي والله لا تمام تمام يا ابو فيصل والله ما طلع الصوره ما عندي واحد زوز يا ابو فيصل يا اخي ما ما تم من لونه يا اخي ودنا نقعد نسولف الله يعز انا تباني تبكي معك تبكي يعني الايام جاي كثير ان شاء الله لا ان شاء الله ما عاد تشوف ما عاد تبلش الاسبوع الجاي عندك مطبخ الله ها خلاص بنشوفك وانت ابو ابو فيصل فيصل عندك مطبخ الاسبوع الجاي عندي لحد ان شاء الله بنشوف اوه يعني بدايه اسبوع لحد الخميس صح بنشوفك ها اليوم لحد اليوم خميس ها انت لحد الخميس ايه من اللي معك يوم الخميس الخميس معي الدهلي اي خميس جاي لا لا وانا مين معي معي ادري والله معك فارس لا 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 ضدك يا سيق الله لا معي ضدك انا وفارس وانت والدهلي اي ضدك شو بس يعني يعني بتقولون على الاسبوع الجاي مرجان مرجان تعال وش وش الجديد عندك؟ الجديد من اي ناحيه الجديد؟ اعمال في شيء في مسرحيه في مسلسل في شيء فيه علمنا وش الجديد؟ انا من نوع اعطيك بصراحه شخص شخص ما يحب الطمع واحد قنوع اي اثنين ما يحبني ارتبط مليون شغله ما هو ما هو قصه طمع يعني انا مرتبط في برنامج الحين ما افكر اني سبر انا ببنتي ما فكرت اللي خلاص ببدا من اليوم ان شاء الله ما شاء الله ان شاء الله باذن الله خلاص استقبال افكر على ايه نستقبل الاشياء اللي بتجي وزي كذا الله يوفقك كفو وياك ان شاء الله يوفقك بس ان شاء الله مسرحيات اسال الله مهرجانات يا مرجان اسال الله ان يرزقك المسرح نولع نشعل انت مبدع والله انك مبدع يا مرجان ان شاء الله من حيث ولا تحتسب اللهم امين الله يفتح لك ابواب الخير يا رب يا كريم انا عارف اني انا مبدع انت مبدع والله عارف لكن انا ما اتكلم لك ما تقول انا تقول تقول الانسان انه ما يكون طماع لكن لا لا يكون طموح طموح طموح, طموح, صح صح طموح لا يعني انا ميزتي كذا اني ايش اخذ الشغله حبه حبه يا سلام يعني يعني انت خطه رسم على السنه دي يعني مثلا خلاص نهايه البرنامج اي خلاص ابدا الحين شوف استقبل طلبات بس يجيك في نص البرنامج مسرحيات وين تربط في مليون شغله في الرياض تورط نفسك مرجان تورط العالم في أمانة الرياض ولا وين؟ إن شاء الله يعني في مسرحيات في جدة جنوب جدة ما في لا لا ما أكثر شيء الجنوب إن شاء الله أكثر شيء الجنوب إذا جيت عندك شوفوا ابن الجنوب أكيد ما يبغى لا بس خاف إنه يتكبر يا أخي من هو؟ آه الله نسينا قبل البرنامج قبل البرنامج كان فيه شوي وكنت مشو ترى مشهور وقتها يعني بعد البرنامج مشهور وقتها ترى داري يعني قبل البرنامج يعني شوي مشهور بعد البرنامج
من انت وجال والله يرجك انت السجن عندك توكل على الله توكل على الله لا ما يسويها ان شاء الله اكيد ان شاء الله ان شاء الله ابو فيصل توقع من ابو فيصل صدقنا ابو فيصل شوف مو مجامل في وجهه الله يطول اي والله وانا قاعد تسبني يعني الحين لا خليك قد لك كلام ثاني خليك يعني انسان هذا مهما يعني اشتهر صدقني ما راح ينسى الجميل اللي سواه شخص له او الغرور او ان يعني تواضع جدا مرجان من تواضع لله رفعه رفعه ايه تتكبر ايوه الله يرفعك 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 لين الناس تميزك تقول هذا فلان ثم حذفك عرفت؟ صدقت الله يمهل ولا يهمل خلص الصورة طيب أنا باقي أنا ما يا رجال مين اللي يسمع يا أبو فيصل؟ والله مين اللي يسمع؟ إيش فيك؟ أنا إيش؟ أنا بتكبر ها؟ بيجيك الدور لا بيجيك الدور أنا بكبرنا أنا أبو فيصل أنا قلت أبو ترى معك اليوم أنا قلت يا أخي عبد العزيز تغير يعني صار بعد يضي باقص باقي ما تغير عبد العزيز قصدك باقي والله ما تبين نجيب دي مرجان؟ لا والله عبد العزيز ترى أعرفه من قبل البرنامج أشوف زين إي والله حبيب حبيب جدا وأخلاق تشكك في أبو فيصل؟ لا أنا ما عرفتك إلا في البرنامج أكذب عليك في البرنامج إيش تغيرت يعني؟ تغير عليك في الفيديو البرنامج هذا انا ما يحكمني الصراحه صراحه بعد ما بعد برنامج صحيح. انا اعرف الشخص بعد البرنامج يعني يبين من هو الرفيد والله بيقعد معك والله انا يمكن الحين طبعي متغير انا اتوقع على الاسوء ليه من ضغط البرنامج صحيح. والله صحيح. العظيم يا كلمته هذه انت تحت 2000 خط صح في بعض الناس النفوس تغير نعم صح بعد الناس بعد الشهرة النفوس إيه؟ لما يجي فلوس النفوس ما حد يقدر يسيطر على النفس حقه يا سلام عليك والله جد قسم بالله عبد العزيز ترى انت كويس فخليك في هذا شيء معروف فيه ما يحتاج انت عندك بواب يعني ما يحتاج طب خش بصارة طيب ما يحتاج ما فكرت ما تدري من اخر واحد مردغته يلا 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 خلاص عرض عرض يلا عرض عرض تدري من اخر واحد هددته؟ منو؟ كفو والله كفو والله قوي والله والله قوي اسكت حتى كلامي اسكت يلا يلا الحين قبل الصورة خلونا ساري للمجد والعيار مجد لخالق السماء وارفع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر رجل الله اكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلم عاش الملك والعلم والوطن شكرا لكم عفوا اطول الصوره خلاص انتم الحين خلاص ان شاء الله متاكدين اها خل الصوره انت خلها تخرب مره زين اي متاكدين من الصوره انت ابو فيصل يا اخو لا تزحف انا مزين اخي خلها خلها خلص عبد العزيز وش نقدم له ان شاء الله في الايام الجايه عبد العزيز ايه اساله فايش باقي باذن الله في عمليه سجلتها بصوره فيديو كليب فيها ان شاء الله عندي اكثر من مبادره يا اخو خل سوي سبحان الله لا تجيها لا تجيها فيها اكثر من مبادره حاول يجي خلي خلي خلاص اطلع يا ابو فيصل بالله لا ما نطالع خلاص الله يرحم لي امك لا لا ابو فيصل الله يرحم لي امك لا تنرفزني على اني متنرفز من المطر لا تنرفز تفضل هبرك تنرفز خلاص كيف؟ يقول ابو فيصل والله لا عبد العزيز ابو فيصل خلوني عرفت كيف؟ ايش اسمها؟ في مبادرات خلي الصورة طيب سوي له فنجان سوي له فنجان الحين روح روح كل شيء بالصورة عرفت كيف؟ يا مرجان عرفت كيف؟ عرفت كيف يا مرجان؟ الله الله عرفت كيف يا مرجان؟ الله الله عطنا صورة يا اسف ابغاها في مرجان الله يرحم لي امك اركض عرفت كيف؟ الرجال كبير وذاك والله اني احبه شايب ولو ما يومون عليها مرجان هذه حق الله والله انها حق راسك والله انها حق راسك ابو فيصل يلا اطرح اطرح مرجان اطرح مرجان اطرح مرجان يا مرجان مساكنا يزعل يبي يقول لواحد شايب لا انت انت مو شباب بيني وبينك لا يزعل يبي واحد يقول شباب بيني وبينك لا ما شباب بس انت يعني
أنا إيش؟ أنت أنا قاعد أسألك عن مبادراتك وعن الأشياء اللي هم مو معطينه فرصة تسولف. يعني هم غلطة؟ مدري. هذا كرسيك، هذا كرسيك أنت وياه، عرفت كيف؟ شوف شوف هذه يبغى لها دق عشان تثب. خلاص أطلع أنا. الله يرحمك. سولف أنت. أطلع من الرجال. والله ناس ممنوع عاد يطلع من السجن. يلا خلص يا برجع والله اني عرفت كيف يا برجع في مبادرات والله ابغى اسويها ايوه بس زي ما يعرفون الجمهور ان الفقرات توقفت فانا الحين بسعى ان شاء الله الليله الجنوبيه بقدم المبادرات بشكل ثاني غير اللي كنت ابغى اسوي ما شاء الله يعني ان شاء الله اني بقدم مبادره مبادره قد خلاص بقدر ان شاء الله عليك مبادره بعد البرنامج اوه واجد ان شاء الله جاهز ايه الله يوفقك وانت يا عبد العزيز اكيد جاهز اوه لا يعني انا مفكر اصلا من قبل ادخل البرنامج وانا في البرنامج بنشغل فيها قاعد اخي التح عنا في البرنامج وقاعد اشتغل من هو ذا؟ عبد العزيز كيف خليك صديقه يا ابو فيصل هو صديقي طيب ترى بيصير بزنس اي ابو فيصل ما يبغى بزنس ابو فيصل اه شوفي طلع الصوره الله يرحمني امك شايفنا ضاقت خاطر ضاقت خاطر طلع الصوره والله انا صعب بس انت تقول في السنه خلاص خلص الصوره دي سنه طيب خلاص انا حطوها الصوره تبي تلعب ابو فيصل اي والله واضح عيونك حمراء اشوف ولا عشاء اشوف غدا ولا عشاء قول 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 لي طلع الصوره عشان ما يزعل انا امر الكنترول ترى ابو فيصل قوي اذا زعل ليه عمري قلت لك شيء انا؟ الحين سؤال ابو فيصل يعني انت ليش لابس نظاره شمسيه في انا في شمس؟ لا اللمبات هذه مجهره ولا من جمالي انا يعني؟ لا هي جمال ارحم والديك خليك هي هي جمالي اي ترى لا 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 خلاص ارحم حالتك ارحموه يا جماعه ارحموه ارحموا شيبتنا شيبه حقنا تدري شلون خليه يطلع الصوره؟ ارقد هنا لا تطلعوا بالصوره لا خلاص برقد لا منك خلاص تقوموني ها طيب ابشر يا لا 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 يا رضا السعودية هذه الصورة يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب والله شوفها يا لا 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 ايوه يا هذه يا رضا السعوديه ايوه ايوه لا 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 يا لا لا يا الله يا رب ايوه مع السلامه فمان الله يا مدان السجع عندك غلط والكوره ليش ما ركبت الكوره اطلق وحده مع السلامه والله الجوع ذا بحني السلام الله يعطيك العافيه نوم العوافي يلا برفض يلا تصبح على خير مساء الخير يا بس الحين نقولها مساء الخير ولا صباح الخير لا مساء الخير لك انت يعني بالذات انت مساء الورد لك انت مساء الاحساس والطيبه حرشت يا اخي قلبي والله يا اخي يزين دلع الشياب والله والله اني ادري عندك اطول لكم والله والله اني عاس فيك يا ابو فيصل والله اني تعبان والله اني عارف انك تعبان وهذاك جوعان